فخلنا نفترض مره ثانيه انه احنا عندنا سيكونس من الستران من الماسنجر ار ان اي بين 500 الى 6000 نيوكليوتايد. خلنا نفرض جدلا انه طوله، خلينا يعني انه هو السيكونس مالته مثلا يو اي يو 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 سي يو يو اي يو يو جي يو، واحده من ذني السيكونس مالته. اعيد مره ثانيه الطول الافتراضي مال الماسنجر ار ان اي، يو 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 يوراسيل 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 سايتوسين يوراسيل يوراسيل ادينين يوراسيل يوراسيل جوانين يوراسيل. يجي اول واحد اللي ترانسفير ار ان اي، يقرا اول ثلاثه يترجمهن على انه هذه شفره مال تكوين مال فينال الانين. يجي اللي ترانسفير ار ان اي، يروح لمكان تصنيع الاحماض الامينيه، يجيب فينال الانين ينطيها للمعمل اللي يصنع البروتينات واللي هو عباره عن رايبوسوم زائد رايبوسوم ار ان اي زائد بروتين. يجي يدخلها بالداخل وشوي شوي يصير اضافته ينحشر ويا الاحماض الامينيه. اجى التي ار ان اي ثاني، اجى قرأ اليوراسيل سايتوسين يوراسيل، ترجمها على انه هذا مطلوب انه نحضر السيرين. فراح التي ار ان اي الى مكان تصنيع الاحماض الامينيه، جاب سيرين واجى الى المعمل حتى تنضاف ضمن تكوين البروتينات. اجى دور التي ار ان اي ثالث، قرأ يوراسيل ادينين يوراسيل، ترجمها على انه هنا نحتاج نصنع نجيب او ندخل تايروسين. فراح الى مكان تصنيع الحماضه الامينيه، جاب تايروسين واجى الى المعمل، سلمه للمعمل حتى تنحشر هاي التايروسين ضمن السيكونس مال البروتين. بعدها اجى مثل التي ار ان اي الثالث، قرا انه يوراسيل كوانين يوراسيل، فراح ترجمها على انه هذا التصنيع مطلوب هنا سيستين. راح الى مكان تصنيع الاحماض الامينيه، جاب سيستين اجى نقلها للمعمل حتى يصنع احماض امينيه. فهنا ايش راح نلقى؟ راح نلقى على انه اكو سيكونس من الشفرات الوراثيه تتقسم على كل ثلاثه سوى هذا من الماسنجر ار ان اي. يجي التي ار ان اي الاول يقراها يترجمها على انه فينال الانين، راح جاب فينال الانين الى المعمل اللي هو الرايبوسوم ار ان اي زائد بروتين حتى ينضاف الفينال الانين ضمن السيكونس. اجى التي ار ان اي الثاني ترجم انه سيرين، قرا راح جاب السيرين نقلها الى البروتين وكمل. اجى الثالث قال انه هنا اكو تايروسين مطلوب اضافته، وايضا راح جاب تايروسين وجا دخله. اجى الرابع من تي ار ان اي، قال انه مطلوب اضافه السيستين، فراح جاب سيستين من مكان تصنيعه الى المعمل حتى يصنع السيستين. وهكذا تستمر العمليه. خلينا نفرض بعد طول مال الماسنجر ان اي استمر يوراسيل يوراسيل سايتوسين يوراسيل سايتوسين كذا كذا كذا. فشوي شوي الاحماض الامينيه تبدا تضيف كل فتره حامض امين، التي ار ان اي عفوا، تبدا كل فتره تجيب حامض امينه وتدخله للمعمل، المعمل يجي يدخله بالسلسله مال البروتين وتستمر هالعمليه الى تصنيع الشكل النهائي للبروتين. ولكن انا سؤال يطرح نفسه انه هل تستمر هذه العمليه بدون نهايه الى ما لا نهايه؟ الجواب لا. كل حامض اميني الانزيم او كل بروتين عفوا او كل انزيمات لها طول معين، من هذا الطول يبدا من هذا الطول تنتهي. فعمليه الترجمه، ترجمه الماسنجر ار على ماسنجر ار ان اي على شكل بروتينات، ما تكون عمليه الى ما لا نهايه، وانما تحدد شو وقت تبدا شو وقت تنتهي. يعني شلون؟ يعني مثلا اجى حامض اجت ضمن السلسله الوراثيه الموجوده على الماسنجر اي يوراسين ادينين ادينين، هنا اجى حامض اميني ترجم تي ار ان اي ترجم يو اي على انه ستوب، يعني وقف تكوين البروتينات. فايش راح يسوي هذا التي ار ان اي؟ ما راح يروح يجيب اي احماض امينيه، وانما يتوقف عن العمل. هنا من توقف عن العمل بعد ما راح ينضاف حامض اميني للبروتين، يعني المعمل ما راح يضيف احماض امينيه، فراح تتوقف عمليه تكوين البروتين. فالمساله تبدا من مكان معين وبعدين تستمر الى ترجمته على شكل مجموعه من الاحماض الامينيه عباره عن شفره طويله من الماسنجر ار ان اي. يجي التي ار ان يقراها واحد ورا الثاني، كل ثلاثه سوى يقراها يترجمها على شكل احماض امينيه، انه هذا هنا مطلوب حشر هذا الحامض الاميني. يروح يجيب الحامض الاميني من مكان تصنيعه، يطيل للمعمل، المعمل يجي يحشر هذا الحامض الاميني ضمن السلسله الكبيره من البروتينات، الى ان تتوقف هاي المساله انه تجي جابت توقف انتاج البروتين، يعني وقف انتاج البروتين. فشلون هاس الاوردر انه بعد كافي لتصنع بروتينات عن طريق شفره وراثيه، قد تكون هاي الشفره الوراثيه يو اي اي او قد تكون يو اي جي او قد تكون يو جي اي. هاي السلسله او هاي الشفره الوراثيه تتالف من ثلاث قواعد نيتروجينيه اللي اما يوراسيل ادينين ادينين او يوراسيل ادينين جوانين او يوراسيل جوانين ادينين. هاي الشفره الوراثيه تعطي خبر للتي ار ان اي انه بعد لا تجيب حامض امين اللي هنا توقف عمليه تصنيع البروتينات.
فمن يجي التيارني يقراها يجي يلقاها انه توقف عمليه تصنيع البروتينات راح يتوقف في مكانه ويثبت ما يتحرك ما يجيب اي حمض امينيه. فالمعمل من راح يشوف ماكو حامض امين ضاف راح راسا يقفل تصنيع البروتينات، واللي هنا تنتهي عمليه تشفير البروتينات. هذا شلون احنا نقراها؟ يقراها يو اي اي يوراسيل يوراسيل يوراسيل، هذا معناه جيب فينال الانين، او يوراسيل يوراسيل سايتوسين معناها جيب فينال الانين، او مثلا هنا خلينا نقول جوانين ادينين يوراسيل معناها جيب اسبارتيل، او جوانين جوانين سايتوسين معناها جيب جلايسين، او جوانين سايتوسين ادينين معناها جيب الانين، او جوانين يوراسيل ادينين معناها جيب فالين. فاذا هذه الخريطه هي عباره عن شفره وراثيه اقترحوا على تصميمها العلماء من زمان، واعتبروه كجدول ثابت قياسي للماسنجر ار ان اي. هذا الماسنجر هو هذا الجدول يشفر لك او يترجم لك عفوا الماسنجر ار ان اي على شكل مجموعه من الاحماض الامينيه. التي ار ان اي يعرف هاي الشفره الوراثيه ويعرف ترجمتها بالشكل الصحيح، فهو اللي يروح يضيف الاحماض يجيب الاحماض الامينيه من مكان تصنيعها الى البروتينات الى المعمل حتى تترجم على شكل بروتينات. نهايه الجزء الاول من محاضرتنا اكو عندنا واجب بيتي مهم جدا اركز عليه، واطلب منكم ايضا انه انتم تركزون عليه لان هذا موضوع جدا مهم. ثلاث اسئله. السؤال الاول: if the base sequence of the strand of DNA، احنا ناخذ strand واحد احنا من الريد نترجمه على شكل ريبوسوم ار ان اي، من ترجم الدبل سترند، ترجم نفتح الدبل سترند الى تو سنجل سترند، يترجم على اليمين وايضا يترجم على اليسار. فاحنا عاده من سرعه عمليه ترانسكريبشن كل ستراند يصير بترانسكريبشن على حده. فبيس سيكونس اوف ستراند اوف دي ان اي يوزد از ا تمبلت فور ترانسكريبشن هاز ذا بيس سيكونس اوف تي تي اي تي سي جي اي تي سي تي اي سي. اعيد، عندنا ستراند من الدي ان اي، ثايمين ثايمين ادينين، ثايمين سيتوسين جوانين، ادينين ثايمين سيتوسين، ثايمين ادينين سيتوسين. To what a protein sequence it will be translated. هذا شوية أركز عليه. طبعا هذا شلون أحله؟ أنا أعرف هذا DNA والجدول قبل شي يمثل لي الماسنجر RNA مو DNA، فأنا ما أشتبه أجي أدور TTA وين أنا أدور، ما أجي هنا أشتبه أدور مثلا TTA. ليش؟ لأن أنا ماكو TTA، وإنما شنو أجي أحل كالتالي: ثايمين ثايمين أدينين، ثايمين سيتوسين جوانين، أدينين ثايمين سيتوسين، ثايمين أدينين سيتوسين. هذا شنو؟ دي ان اي. اترجمه الى شنو؟ ار ان اي، ماسنجر ار ان اي. ثايمين مقابله شنو؟ يوراسيل 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 ثايمين، يوراسيل سيتوسين جوانين، يوراسيل أدينين جوانين، أدينين يوراسيل أدينين عفوا يوراسيل أدينين جوانين. اجي اترجم الدي ان اي الى ماسنجر ار ان اي. هذا الحل يمر تقريبا ثلاث خطوات. هذا سؤال جدا مهم يفيدك انت بالتريننج وشلون الخليه تترجمه. عندك انت دي ان اي باتجاه 5 داش الى 3 داش. الدي ان اي هو ثايمين ثايمين ادينين، ثايمين سيتوسين جوانين، ادينين ثايمين جوانين، ثايمين ادينين سيتوسين. مقابله الار ان اي شنو؟ ادينين ادينين، مقابله ادينين ادينين، أدينين أدينين يوراسيل. تأكد وياي، أدينين أدينين يوراسيل، أدينين جوانين سيتوسين. أوكي، سيتوسين. الأدينين هنا مقابلة شنو؟ ثايمين. ما عندنا الأرنية بثايمين، ما بثايمين، فيصير يوراسيل يوراسيل أدينين جوانين، أدينين يوراسيل جوانين. هذا مقابلة، فراح أعيد لك إياها من بداية. أدينين أدينين يوراسيل، ثايمين يصير مكانه أدينين، أديسين أدينين سيتوسين أدينين جوانين سيتوسين، يوراسيل أدينين جوانين، أدينين يوراسيل جوانين. لحد هنا أنا عرفت الماسنجر آر إن إي، ترجمته على شكل ماسنجر آر إن إي. زين، أكو نقطة جدا مهمة، إنه هذا الدي إن إي اتجاهه 5 برايم إلى 3 برايم. تبدا من الثايمين بالاتجاه 5 الى السيتوسين بالاتجاه 3. الماسنجر ار ان اي مالته صار اتجاه شنو؟ 3 برايم الى 5 برايم لانه كمله. فالثايمين الموجود بالدي ان اي والاتجاه 5 برايم مقابله شنو يصير؟ يصير الادينين.